بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم اعزائي مشاهدي قناه الاهلي اينما كنتم في برنامجكم ملك وكتابه. هل تكشف الايام ما سترته الاغراض؟ والاجابه في السؤال. ابراهيم، اهلا بك يا باشمهندس، اهلا بك اعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم في حلقه الاثنين من ملك وكتابه، الحلقه التي تحمل الرقم 710. يستهلها المهندس عدلي بتساؤل عن ستر الاغراض وكشف المستخبي الايام الماضيه. اها، وربما يعني احنا كنا عايزين نتعرض لهذا الامر يوم الخميس، بس طبعا ظروف الحلقه الرائعه الاستثنائيه اللي عملناها مع الفنان هشام جمال حالت دون ان احنا ناخد حاجات هي مش متاخره، لان كلها لا علاقه بهذا التساؤل. الايام تكشف كثيرا من المسطور والذي ستر بفعل فاعل. ايوه، وبوعي كامل. ايوه، لم تستر نتيجه تجاهل او صهيانه او فاتت علينا. طب هو استر ولا اخفي؟ اخفي اخفي. لكن عشان تمشي مع المسطور يعني يا استاذ. أيوة. ابراهيم، ما تقرص قوي عليك. فدائما تجد الاجابه في هذا السؤال، لان احداث كثيره الحقيقه. مقالات لنقاد تتناقض موقفهم الان مع ما سبق ان قالوه، ده هتناقشه حضرتك. أيوة. نحن هنا لا نتعرض لنادي منافس عندما نقول ان الفيفا والسيستم بتاعه قد فضح امرا كان مسطورا، اللي هو ايه؟ عقوبة محددة أخفاها اتحاد كرة القدم، وحتى الآن لا نعرف عن تفاصيلها. مفيش شفافية كاملة حتى، ويقال إنها متبلغة من شهر 6 في إبان وعز منافسة الدوري. ولذلك أنت لو تذكر هنا في حلقة من الحلقات الأخيرة قلت لك اوعى تفتكر إن كده الفار عمل اللي عليه بالأربع نقاط اللي راح لازم يبقوا 6، فاكر؟ أيوة. لازم يبقوا اكتر من 6. أيوة. فاكر انا قلتها هنا عشان العقوبه المحتمله. كان شعوري وكان هاجسي وكانت الارهاصات اللي عندي بتقول ان في شيء. انت لو 7 بونت ما كانت اعلنت، ما كانش حد هيفرق معاها حاجه. ده اذا كان ما هو انت ليه بتسيب الناس تقول هذا الكلام ان في عقوبه وفي خصم؟ انه مفيش اي حد ما تطلع تعرض الجواب بشفافيه. عندك موقع رسمي، قول في موقع الاتحاد يا جماعه هذا ما وصلنا من الفيفا. انت مالك؟ لا تخلي الجمهور ده يشك في ده ولا ده يشتكي من ده. انت مش مطلوب منك ان تراعي امور غير شغلك في الاتحاد كره القدم. بالزبط. ونظام كره القدم الذي يحكم. وعلى فكره اوعى تفتكر ان اسلوب زقها بالعصايه وزحلقه المشاكل بيحلها. ما يحلش المشاكل الا مواجهتها. ايوه، مواجهه المشاكل الاعتراف بيها دي حاجه، لكن تمضي الايام ايضا علشان يتقال لك ان النادي الاهلي يعني وفاكر في مرحله ما برضه هنا في عمل لا في يعني عرضنا مره مداخلتي مع الكابتن مدحت شلبي في وجود الكابتن علي ماهر، وهو بيناقش ليه ما تجددوش لعبد الله سعيد بدعم المحبين القيمه اللي عايزها. قلت له لازم اقتصادياتي الاول تتحمل هذا التعاقد، وبعد كده الدعم يساعدني. أيوة. لكن بدون ان تكون اقتصادي تفي بالتزاماتي، وهذا هو المبدا بتاع الفيفا. ايوه، السلامه والشفافيه الماليه، لان تراكم الامر سيؤدي الى المازق اللي يقع فيه البعض الان، الى الدرجه التي اعترف بها مسؤول كبير منافس يقول لك اصل الاهلي بيدار بشكل مؤسسي من الناحيه الاقتصاديه. تمام. حتى يعني الكابتن فاروق قال له، فاروق جعفر، فاروق جعفر قال له التصريح كنا بنناقشه في هذا الاطار او في حاجه قريبه من صفقات الاهلي. ان صفقات الاهلي لا صفقات جيده، لان اللي بيدير بتاع كوره، لان اللي بيدير بتاع كوره في وقت كان قال لك لا يصلح للاداره كرة للاداره. اذا كل شيء بيكشفه شيء، كل شيء بيكشفه شيء. صحيح. والحمد لله احنا مش محتاجين نبذل اي مجهود لكشف هذا الامر، لكن محتاجين نستعرض مع حضراتكم ابرز العناوين.
مقالي ومقاله أفعل التهبيل. الغربال والخير ما شهد به عيسى. بعظمة لسانه أصيل يا بواليا. الشموع الحمراء عن إدريس راغب باشا. لكن أسرار الملك عن نسر قرطاج. ومجلتنا من 40 سنة. ده محتوى حلقة النهاردة اللي بنتمنى ان احنا نتمكن مع حضراتكم ان شاء الله من مناقشته، لكن لا صوت يعلو على صوت السوبر. غدا السابعة مساء استاد الجيش في برج العرب، الاهلي وطلائع الجيش ومباراة كأس السوبر المصري. وعشان نبقى نفكر حضراتكم، هذه مباراة السوبر اللي فات، ده سوبر بأثر رجعي، كان المفروض يتلعب قبل بداية الموسم المنقضي، لكن ظروف كتيرة أدت إلى تأخير هذه المباراة إلى الغد إن شاء الله في استاد الجيش في برج العرب. ومعنا من معسكر الأهلي في برج العرب الزميل محمد فاروق محمد توفيق موفد قناة الأهلي للإسكندرية. محمد مساء الخير. مساء الخير أستاذ إبراهيم، تحياتي لحضرتك والمهندس عادل القيعي وكل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. محمد، حطنا في الصورة في ليلة السوبر وآخر الترتيبات عندك. يعني بالفعل يا باشمهندس ابراهيم، يمكن يا استاذ ابراهيم باشمهندس عادلي، يمكن حالا دلوقتي وانا بكلم حضرتك لسه فريق النادي الاهلي مختتم استعداداته لمباراه السوبر غدا امام طلائع الجيش باذن الله على في تدريبه الاخير على استاد برج العرب، نفس ملعب المباراه. يمكن الجهاز الفني بقياده مستر ميسو موسيماني فضل ان التدريب الاخير يكون في نفس ميعاد المباراه في 7 مساء على استاد برج العرب، واللي بيبعد ربع ساعه بالظبط من فندق الاقامه الموجود هنا في مدينه برج العرب. يمكن سبق المران كانت محاضره للجهاز الفني مع اللاعبين في 6 مساء، يمكن كان البرنامج المعتاد للفريق اللي هو هيبقى نفس البرنامج اللي هيتكرر بكره، الفطار 11 صباحا، الغداء 3 عصرا، المحاضره الساعه 6، وان شاء الله ده هيبقى نفس برنامج بكره. هيبقى المحاضره بكره ان شاء الله فيها اعلان تشكيل الفريق اللي هيخوض به الفريق المباراه. يمكن التدريب، خلينا كلامك عن التدريب الاخير والبروفه الاخيره اللي خاضها للنادي الاهلي، يمكن 27 لاعب في المعسكر كلهم يا استاذ ابراهيم شاركوا بشكل كامل، الحمد لله ما فيش اي اصابات في صفوف الفريق. اجواء اكثر من رائعه، يمكن كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي موجود في الفريق مع الفريق هنا في المعسكر خلال الثلاث ايام الماضيه، وكان موجود وحريص انه يكون موجود في المران الاخير للفريق على ملعب برج العرب. يمكن كمان عاوز اطمنك على حاله ملعب برج العرب، يمكن ظهر بشغله اكثر من رائعه خاصه بعد اغلاقه لمده طويله لاعمال الصيانه والاصلاح، يمكن تم تغيير الارضيه بالكامل وده ان شاء الله يساعد الفريق. كان في بعض الملاحظات لمستر موسيماني المدير الفني لفريق النادي الاهلي اعطاها للقائمين على اداره الاستاد. يمكن كمان فريق طلائع الجيش خد مرانه بالامس على نفس الملعب ولعب مباراتين وديتين، فان شاء الله بكره ارضيه الملعب تكون يعني بتساعد الفريق النادي الاهلي والجهاز الفني انه ينفذ الخطط والتكتيك اللي كان بينفذه الفتره اللي فاتت او بيتكلم فيه. يمكن ابرز سمه في المعسكر هنا استاذ ابراهيم ان هو الاجتماعات الكتيره جدا للجهاز الفني والمعاونين مع مستر موسيماني، وبيتكلموا يمكن كمان المحاضرات الفنيه اللي بتجمعهم باللاعبين بيتكلموا فيها عن اسلوب اللعب واسلوب الفريق، خاصه ان في اكثر من لاعب جديد سواء عديم الاعاره او التعاقدات الجديده موجوده مع الفريق. لكن حضرتك عارف طبعا سمه النادي الاهلي ان كل اي لعيب بيخش منظومه النادي الاهلي بينصهر بسرعه جدا وبقى جزء من المنظومه ومفيش اي حد بيخرج خارج اطار المنظومه، فان شاء الله نتمنى بكره تكون ضربه بدايه بضربه قويه جدا باول بطوله في الموسم، وتكون ان شاء الله فتحه خير لبطولات كتيره خلال الموسم. دي كانت كل اجواءنا هنا في معسكر الفريق برج العرب. الكلمه ليك يا استاذ ابراهيم. طاهر محمد طاهر الحمد لله سليم وشارك في التمرين مش كده؟ بطمنك استاذ ابراهيم استاذ باشمهندس عادل كل مشاهدي قناه النادي الاهلي، 27 لاعب اللي موجودين في معسكر الفريق هنا في برج العرب الحمد لله ما فيش اي لاعب بيعاني من اي اصابه، كلهم شاركوا في المران الاخير النهارده، في المران الامس برضو كلهم شاركوا الحمد لله، ربنا يجنب كل لاعبينا الاصابات وان شاء الله يكونوا جاهزين. 27 لاعب تحت امر الجهاز الفني يختار منهم ما يشاء حسب الرؤيه الفنيه ان شاء الله ليه بكره في الملعب. الجو عامل ازاي؟ حر برد رطوبه؟ الجو
اتفضل. لا يمكن الجو الحمد لله احسن كتير جدا من القاهره، الجو كويس جدا، كان نسبه الرطوبه قليله كمان، الجو في نفس توقيت المباراه يمكن في نفس الملعب كان الجهاز الفني بيقدم مران، لا الجو افضل كتير. اعتقد ان الجو ارضيه الملعب الاجواء بشكل عام داخل استاد برج العرب بعد التجديد اعتقد كلها بتباشر ان احنا نتفرج على مباراه كبيره. يمكن كمان عايز اقول لك يا باشمهندس ان كان الجهاز الفني حريص النادي الاهلي على يعني بغض النظر اتكلم مع اللاعبين ان احنا عايزين ننهي المباراه بدري دون اللجوء لوقت اضافي وضربات جزاء، ولكن كان ركلات الترجيح ليها جزء كبير جدا من مران الفريق كعادة النادي الاهلي انه مستعد لكل السيناريوهات، وان شاء الله نشوف مباراه كبيره، نشوف كمان كل عناصر النادي الاهلي موجوده باذن الله، ولا ينقصهم سوى التوفيق، وان شاء الله يكون معانا ونحقق البطوله لينا وبطوله السوبر رقم 12 للنادي الاهلي. شكرا جزيلا للزميل محمد توفيق موفد قناه الاهلي في معسكر الفريق في برج العرب. واعتقد طمن حضراتكم ان ال 27 لاعب اللي مستر بيتسو موسيماني اصطحبهم على الاسكندريه كلهم والحمد لله بحاله جيده، ادوا التمرين الاخير النهارده بجاهزيه كامله ويكونوا تحت امر الجهاز الفني في مباراه الغد اللي بيبحث فيها النادي الاهلي عن اللقب السوبر ال 12. الاهلي يبحث باذن الله تعالى عن انه يكمل الدسته السوبر. عنده قائمه ال 27 لاعب اللي مستر بيتسو موسيماني سافر بيها، فيها محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزه علاء، كمان محمود وحيد واكرم توفيق ورامي ربيعه وياسر ابراهيم ومحمود كهربا وبدر بنون وايمن اشرف وكريم فؤاد وحسين الشحات واليو ديانج وعمرو السليه ووليد سليمان وصلاح محسن وعلي معلول وحمدي فتحي وقفشه ومحمد هاني وعمار حمدي والطاهر محمد طاهر ومحمد شريف واحمد عبد القادر وحسام حسن ولويس ميكسيوني. ده ال 27 لاعب اللي سافر بيهم الاهلي يا باشمهندس. بص يا استاذ ابراهيم تعليقا على هذه المباراه، ايوه ما اخطرها من مباراه، ما اخطرها من مباراه، دائما مباريات او بطولات المباراه الواحده محفوفه بالمخاطر. انت ممكن تبقى جاهز واكثر جاهزيه، لكن هذه المره خطوره هذه المباراه انها تاتي في غموض. ايوه اولا بدايه موسم ما تقدرش تقول ان انت في احسن حالاتك من ناحيه الاستعداد نظرا لانك راجع من 10 12 يوم او حاجه زي كده. نفس الشيء بالنسبه للفريق اللي قدامك اللي غير كثيرا من لعيبته، فهذا غامض، هيبقى منافس غامض ولكن عنيد. وتذكر انت في 2008 ربنا ما يعيد هذه المباراه والاهلي راجع من كاس العالم للانديه، صحيح ها، وفريق صحيح. مرعب، الجيل المرعب، وبعدين حرس الحدود خسرنا من حرس الحدود في الاسكندريه. نرجو ان التركيز والاهتمام واحترام المنافس من اللعيبه قبل الجهاز الفني، لان في الاخر هتبقى لعيبه جوه الملعب. ما اقدرش اقول ان الجهاز الفني بجاهزيه هذا الفريق لحي يحفظ كتير. انما في خبرات في الملعب المفروض انها تساعد على انها تستوعب المطلوب منها. نتمنى التوفيق من الله سبحانه وتعالى عشان نبتدي الموسم يعني باريحيه. ان شاء الله. الاهلي شارك في على مباراه السوبر قبل كده 14 مره، وفق بحمد الله في الفوز باللقب 11 مره، وزي ما قلت لكم بيدور على انه يقفل الدسته السوبر باذن الله تعالى. ال 11 مره اللي قبل كده كان فيهم 5 مرات فوز على الزمالك وفيهم مرتين خساره من الزمالك، يعني الثلاث مرات اللي الاهلي خسر فيهم فرصه احراز لقب السوبر كان مره مع حرس الحدود في 2008 2009 لما خسر من حرس الحدود 2-0، وخسر مرتين من الزمالك كانوا بركلات الترجيح، لكن في المقابل فاز على الزمالك 5 مرات، يعني حساب لقاءات القمه السوبر الاهلي كسب الزمالك 5 مرات من المرات ال 11 اللي خد فيهم اللقب، وخسر مرتين من الزمالك ومره من حرس الحدود، يبقى دول الثلاث محاولات الفاشله للاهلي، وكانوا كلهم المرتين بتوع الزمالك بركلات الترجيح. الاهلي بيسعى ل حرس الحدود، حرس الحدود بركلات الترجيح، ايضا الزمالك بركلات الترجيح موسم 2015 2016 و 2018 2019. المباراه بيديرها طاقم حكام جزائري بقياده الدولي مصطفى غربال وحكم الفيديو مهدي عبيد، والمباراه الساعه 7 في استاد الجيش باذن الله تعالى. لا يفوتنا في البدايه أن نشاطر الكابتن هاني رمزي نجم مصر ونجم النادي الأهلي ومدربه السابق والزميل الإعلامي بقناة الأهلي، الأحزان في وفاة والدته
ربنا يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، للكابتن هاني وللأسرة خالص التعازي والدعاء بالصبر والسلوان. كان ده جانب من مراسم العزاء واستقبال الكابتن هاني وأسرته التعازي في إحدى الكنائس في مصر الجديدة. البقاء لله وكل التعازي للكابتن هاني. الحقيقة يعني ربنا يعني صبره، صبر أهله وزويه، ويا سلام على الأم وما أعزها يعني. فربنا معاه ويصبره بإذن الله ويرحمه. البقاء والدوم لله وكل التعازي للكابتن هاني. ده كان أبرز ما لدينا من أخبار. يمكن آخر صفقات طلاع الجيش قبل لقاء الأهلي إن هو استعار عمر جابر من بيراميدز، ويمكن يبقى عنده فرصة إن هو يشركه في مباراة السوبر في الغد. لكن زي ما قلت لكم الأهلي بكامل قوته موجود، بكامل جاهزيته، بإذن الله تعالى يوفق في إحراز مش مفارقة شوية اللقب يا أستاذ إبراهيم. إن بيراميد يخرج عمر جابر استعارة في اللحظة اللي لعب فيها أساسي في منتخب مصر في آخر مباراة. غريبة. هو 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 فين أين يكمن تكمن المفارقة؟ أين العقل؟ لا، كل حاجة ليها ظروفها طبعًا. هم أنا ما باخدش قرار بالنيابة عن حد، لكن دي يعني حاجة تسترعي انتباهي. حسابات أخرى. نطلع لفاصل، وبعد الفاصل هنشوف أفعل التهبيل. أهلا بحضراتكم جديد. يمكن النهاردة الاتحاد الدولي لكرة القدم حدد يوم 8 أكتوبر موعدا لمباراة مصر وليبيا. مباراة هتكون في استاد برج العرب إن شاء الله يوم 8 أكتوبر، دي في تصفيات كأس العالم. ويوم 11 يعني بعدها بثلاث أيام مباراة الجولة اللي بعديها في بنغازي. يعني مصر وليبيا 8 أكتوبر في برج العرب، 11 أكتوبر في بنغازي. ده طبعا الاختبار الأول والجاد للجهاز الفني الجديد. للجهاز الفني الجديد بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب، اللي كان أعلن 9 محترفين ضمن القائمة اللي المفروض بعدها هيعلن القائمة المحلية لهذا المعسكر. لكن على ذكر المنتخب وبدايته اللي إن شاء الله تعالى يكون بداية جيدة، وكل التوفيق للكابتن ضياء السيد والكابتن محمد شاوي والكابتن وائل جمعة مدير الجهاز بالتوفيق مع مستر كارلوس كيروش. لكن الحقيقة باشمهندس ما يتعلق باختيار المحترفين، فوجئنا باختيار الجهاز لمصطفى محمد اللاعب الزمالك المعار لاحد الانديه الجلاطة سراي التركي ضمن القائمه. والغريب جدا انه الاتحاد رماها على كيروش وكيروش رماها على الاتحاد بنفس طريقه المهندس عادل اللي قال لك زقها بالعصايه. الاتحاد لما جه ياخد عقوبه ضد مصطفى محمد لتجاوزه العجيب والمنفلت جدا ضد الكابتن حسام البدري والجهاز السابق في مباراة المنتخب في الجابون، اتحاد الكرة قال لك متروكة للجهاز الجديد للمنتخب. الجهاز الجديد للمنتخب قام رجعها له بالعصاية وقال لك لا، ما حصلتش في عهدي فأنا مش مسؤول عنها. هنا أنا بربأ باللجنة الثلاثية اللي بتدير اتحاد الكرة أن تتهاون في عقوبة سلوكية، خاصة الأمر يتعلق الجهاز الفني مشي، كابتن حسام البدري مشي، بس الأخلاق ما مشيتش، الانضباط ما مشيش. وأعتقد هو لازم تسيبها الكروش. هو لازم يا استاذ ابراهيم التجاوز يبقى في حق حد منهم عشان العقوبه تصدر. ده حتى عقوبه الكابتن شيكابالا اللي طول النهار يكلمونا على ان في تخفيف في تخفيف، لا يذكر اطلاقا ان جزء من هذه العقوبه له علاقه بتجاوزه في حق النادي الاهلي. خالص ما جاتش سيره النادي الاهلي الا بتلميح كده في سبب العقوبه في الاول. فانت بتتصرف، انت لا تحمي احد، أنت لا تحمي قيم، أنت لا تحمي اللاعب الغلطان لأنك بتساعده على التمادي في خطأه. بالظبط. أنت لا تحمي مصطفى محمد الذي مهما قيل في تبرير ما فعله السباب واضح والبصق واضح وفي اتجاه، يعني هو كيروش لازم ال 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 البصقة تروح له هو؟ تروح له هو ولا تروح لحد في اتحاد الكورة؟ التصرف يا جماعة، أنتوا بتعلموا الناس إيه؟ أبوس إيدكم. ايه الجدوى يعني لاخواننا؟ ده انتوا بتشوفوا كابتن محمد صلاح نفسه ما قدرش يغير نتيجه مباراه الجابون. انما لو انت تصرفت صح الفرقه كلها هتروح في حته تانية. انما او ما تروحش في النهايه يا حبيبي، كاس الامم راح منك عشان الانفلات اللي حصل فيه.
سوء مستوى الفريق في كأس العالم راع سبب الانفلات الذي حدث على كل الأصعدة، والناس بتتكلم احنا ما بنكسبش حاجة. طب اكسب قيمة، اكسب تعليمة، اكسب يا اخي قول انا خسرت عشان انا متمسك بالمبادئ، خسرت عشان عايز ادعم قيمة اخلاقية. انما ايه اللي احنا فيه ده غير معقول اطلاقا، ان احنا لا نغير متسقف. وده ليه؟ لان نفس الذهنية اللي احنا ماشيين بقالنا اكتر من 10-12 سنة بيها، وربما تمتد اكثر من هذا. لا والله في البداية كان فيه يعني في كان في حساب بيحصل من اتحاد الكرة تجاه التجاوزات. دلوقتي التجاوز يحدث طالما انه مش جاي مش لمسني. صحيح. يعني هو في ايه؟ يعني فلسفة جوحة دي لازم نبطلها بقى شوية. احنا يبقى عندنا ثوابت، اذا ما كسبناش نكسب الدفاع عن القيم والسلوكيات على الاقل الناس تحترمنا. انما لا لعيب بيحترم حد، ولا اداري بيحترم حد، ولا مسؤول بيحترم حد، ولا بالتالي اعلام هيحترم حد، ولا راي عام هيحترم حد. هتجد الخيط اللي يربط جميع الناس التحفيل والتلقيح والمكايده هو ده. هنخلص من الكلام ده امتى؟ لما يبقى عندنا منهج ضد التجاوز، ولتكن العقوبه. والله ما احنا جربنا وشفنا الاهلي لما بياخد هذه العقوبات ربنا بيكافئه بالنتائج برضه. ملهاش دعوه، انت عندك فرقه. عندما يعني الفرد يبقى اعلى من المؤسسه هنا الخطوره، كل الخطوره حاجة. هنا الخطوره كل الخطوره. ايا كان هذا الفرد، ايا كان هذا الفرد بينتمي لاي نادي بالظبط. ما ينفعش اي فرد ولا اي نادي يبقى فوق النظام العام اطلاقا. هي دي النقطه المحوريه يا جماعه، اللي انا كنت اتمنى انه المهندس احمد مجاهد واللجنه اللي بتدير الاتحاد ما تستناش لا كروش ولا غير كروش. الله. ولا تستنى مصير الكابتن حسام البدري ولا جهازه. في النهايه في لاعب اخطا بهذا الشكل ورصدته كل الكاميرات والكل شافه. مش القضيه ان الكابتن حسام مشي. القضيه ان الانضباط لازم أن يفضل موجود. وبرضه مش علشان اعمل انضباط عشان اكسب، عني ما كسبت. الانضباط للانضباط ملوش تمن. انا المفترض اكون منضبط، المفترض امثل منتخب مصر في احسن صوره، اكسب او ما اكسبش لاسباب فنيه، ياما ماتشات بناخدها وماتشات بنخسرها، لكن ابصق على المدير إيه الفني حتى لو حاول يبرر قبل كده، لانه دلوقتي ظهرت الاسباب والظروف. اسباب ايه الشكل؟ ايه الشكل؟ اوعى تقول ان دي من الاسباب. الكلام الفارغ ده كلام كلام غير مقبول ومبررات غير منطقيه إيه؟ لكن في النهايه هذا التجاوز اللي حصل ما كانش ينفع. وشفنا الكابتن حسن شحاته لما حصلت التصادم الشهير مع الكابتن احمد حسام ميدو في كاس الامم، قد ايه الكابتن حسن كان صارم جدا وما قبلش اي تراجع، وربنا كفو. خد 2006 وخد 2008 وخد 2010، ده كسب الماتش ده ذاته في نفس اللحظه اللي عمرو زكي نزل فيها. برضو مش بندور على مكافاه السلوك، لا احنا نتصرف صح حتى لو هنخسر المباراه، لانه الصح صح والغلط غلط، ايا كان انتماء هذا اللاعب المتجاوز وايا كان النادي اللي بيمثله، لو من الاهلي لو من الزمالك لو من اي نادي. خلينا نغم عينينا شويه فيما يتعلق بالسلوكيات والانضباط، عشان ده منتخب مصر. اعتقد ما ينفعش ابدا اهم من ده منتخب مصر، وكيروش جاي لا عارف مين حسام البدري ولا عارف مين مصطفى محمد ولا هو مسؤول عن حمايه السلوك. عشان في ولاد بتتفرج مستنيه، الاطفال دي كلها اللي بتتفرج دي هتعمل ايه مع مدربينها بعد كده؟ هتجد اللي بيدافع عنها في الغلط، ولا هتعرفوا حتى تستفيدوا من مصطفى محمد ده قدام عشان نحافظ عليه كلاعب عنده امكانيات كويسه ومشروع مهاجم كبير. لازم سلوكه لما يتجاوز يقوم، هو ده. يمكن الانفلات اللي حصل السنه دي ربما تفرمله شويه رابطه الانديه المحترفه اللي تم انتخابها من قبل انديه الدوري الممتاز عشان تدير مسابقه الدوري الممتاز. شفتوا بالتزكيه نجح الكابتن عماد متعب والاستاذ احمد دياب والمهندس عامر حسين والاستاذ شريف صالح والاستاذ خالد رفعت، الخمس ممثلين للانديه ال 18 اضيف اليهم اثنين ممثلين لمجلس اداره الاتحاد اللي هو صفي الدين بسيوني واللواء ثروت سويلم، عشان يكتمل العدد 7 اشخاص دول المكتب التنفيذي لرابطه الانديه المحترفه.
هيجتمعوا ان شاء الله يوم الاربعاء علشان يشكلوا هيئه المكتب، يعني من خلالهم هيختاروا مين يبقى رئيس الرابطه. انا مش فاهم يعني ده المكتب التنفيذي للرابطه، طب الرابطه نفسها بقى هتضم ناس تانية ولا خلاص على كده؟ لا لا خلاص، ما هو انت ال 18 نادي مش بقى يبقى الرابطه لجنه ال هو ده المكتب التنفيذي لرابطه الانديه، ال 18 نادي كل نادي رشح واحد، يمكن كان الاستاذ احمد دياب رشحوا 11 نادي، ده اللي خلى العدد بتاع المرشحين ما وصلش لل 18، لكن الاهلي رشح الكابتن عماد متعب، والزمالك رشح الاستاذ خالد رفعت، والاتحاد رشح الحاج عامر حسين، نجحوا بالتزكيه ما اتعملتش انتخابات بالاضافه للاستاذ شريف صالح. فبالتالي اصبح عندك 5 منتخبين بالتزكيه، اضيف اليهم حسب اللائحه 2 من مجلس اداره الاتحاد اللي هو صفي الدين بسيوني واللواء ثروت سويلم، يكتمل العدد ل7، يوم الاربعاء يقعدوا يشكلوا هيئه المكتب، سواء اللجان اللي هتبقى مختصه، مين اللي هيدير المسابقه، مين اللي هيرأس الرابطه، بالاضافه الى كل الترتيبات للمرحله الجايه. لو سالتك تأمل ايه من الرابطه؟ اولا تعالى نعلق بس على التشكيل. طبعا التشكيل تبدو لي للوهله الاولى من اصحاب الخبره، الحاج عامر حسين، اللي هو ثروت سويلم، واللي هو صفي الدين بسيوني. الخبرات الاداريه موجودين قبل كده، بس أيوة. الخبرات الاكثر شويه هتبقى عند الحاج عامر حسين وعند اللي هو ثروت، لانه كان في لجنه المسابقات مدير تنفيذي عنده. بس ما يقولناش بالخبرات بقى بالذهنيه السابقه، يقولنا بخبرات اثق جدا فيهم، واثق ان هو لما هيبقوا متحررين من الضغوط، لان هم اللي هياخدوا القرار، هم اصحاب القرار. أي. محدش فوقيهم. أي. فيما يتعلق باداره المسابقه. التشكيل الثاني في ناس واعده، انا اعرف خالد رفعت، شاب مثقف طبعا، عنده خبرات في مجال التسويق، كان معايا حتى في واحنا في لندن هو دكتور اشرف صبحي، وتزامنا في الحته دي، بناخد دوره كنا. الكابتن عماد متعب اول تجربه له، نتمنى له التوفيق، وانه هو كده حصر مشواره الاداري. فانت اذا كنت هترتبط بهذا المكان عليك ان تكون ذاكر يا كابتن عماد، انت شخصيه رائعه وهتكون موزون وهتكون دغري، انا متاكد لان دي بتتربى على كده وانت كده. فينتظر من الاثنين دول جايين، ان كانوش عندهم خبرات، المؤسسات اللي جايه منها ادتهم خبرات كتير في حاجات معينه هيكتسبوها خبرات العمل الاداري جوه الاتحاد. الباقي بما فيهم واضح كده ان في 11 نادي اتفقوا على الاستاذ احمد دياب، واضح انه رجل اعمال، يعني انا ما اعرفش رئيس نادي زد. رئيس نادي زد رئيس نادي زد وعضو في البرلمان، رئيس نادي زد نادي زد في الدرجه الثانيه، ولكن هو دلوقتي منتخب باجماع لرابطه محترفين القسم الاول. اذا 11 نادي قعدوا مع الراجل ده او قدم اليهم بخبراته، وتوسموا انه عنده قدرات اداريه ورؤيه مستقبليه وادراك كامل بمشاكل الكره المصريه انه يقدر يصلح. عليه ان ينسى انتمائه نمره واحد، عليه ان ينسى تجربته في زد، زد دلوقتي في درجه ثانيه مالناش دعوه بيه، في ناس ثانيه هتبقى بتدير قطعا، انت مسؤول عن اخطر مهمه في اول تجربه حقيقيه، ان الانديه اللي في الدوري الممتاز تدير نفسها. فاحنا ما جبناش حد من الدوري الممتاز، ربما كمان هو الاقرب، هو الحاج عامر حسين واحد منهم هيترأس المكتب التنفيذي، هم لسه هيختاروا من بعض. ف يعني الامور تشي انه هيبقى له دور كبير، طالما ان في ناس توسمت هكون انا من المتفائلين ايضا معاه، اتمنى ان هو التاريخ يذكره انه خرج بالكره المصريه من كبوتها اللي هي ايه؟ الغموض وعدم الشفافيه وعدم الكيل بمكيال واحد، ودي مش هيكون الا بوضع اللوائح،
والنظم والمحددات لمسارات الإدارة بالنسبة لهذه المسابقة وتنفذها بصرامة دون نظر إلى ألوان. إذا فعلت هذا ستدخل التاريخ أنت ومن معك. لكن أتصور أن التحدي الأكبر لهذه اللجنة، وربما ده يفسر لك شوية لماذا الإجماع على واحد اقتصادي زي الأستاذ أحمد دياب، أن التحدي الأكبر هيكون في المجال الاقتصادي. إن المجال التنظيمي سهل، هتقدروا تاخدوا النظم واللوائح وتطبقوها، دي سهلة. ولكن إنك أنت تساعد المسابقة والأندية على أنهم ياخدوا حقوقهم الاقتصادية ويسوقوا مسابقتهم بنفسهم والأسس العادلة لهذا التسويق، وإن كيف يمكن مساعدة الأندية على خلق مجالات جديدة. كل نادي عنده ميزة لازم يستغلها في أنه تساعدوه أن هو يستثمر في هذه الميزة، وبقدر الإمكان يبقى مش محتاج الدعم لا من الاتحاد ولا من الوزارة، والناس كلها هتراهن على الخبرة الاقتصادية للأستاذ أحمد دياب ومن معه. يمكن الجزئية الاقتصادية ديت مؤجلة السنة دي، لأنه ألف باء مهام رابطة المحترفين بيع حقوق البث. طبعا الأندية، كل أندية المسابقة بايعة هذا الحق بشكل فردي، فبالتالي الموسم اللي هيبدأ حقوقه متباعة، فالرابطة ما عندهاش أو تشكيلها الجديد ما عندوش هذه التبعات. هو عنده يحط القواعد اللي هيبيع عليها بعد كده، ويساعد الأندية أنها تعرف أنا ممكن أوافق لك على واحد اتنين تلاتة. ما هي مش كلها بس ده، في حاجات كتير غير البث. هو كرابطة مسؤوليته البث يقدر يحط القواعد اللي على أساسها هتتوزع هذه الحقوق مستقبلا. كمان الرابطة مدتها موسم واحد. أستاذ إبراهيم، الكلمة اللي بتقولها دي أنا مش عايز أعديها. التركيز على أن كل الجانب الاقتصادي في البث التلفزيوني ده غلط. هي كرابطة عندها إيه تاني؟ يعني عندها حاجات كتير، عندها تساعد الأندية إنها تعمل جداول، الأندية دي تقدر تروح تعمل تلعب ماتشات خارج الحدود وتاخد فلوس. عندها ان هي تظبط الاداء الاقتصادي بين النادي واللاعب اللي وصل الى انفجار غير منطقي ولا يتناسب مع قدرات الانديه. الانديه الشعبيه هتتلاشى نتيجه ان في مبالغات لا تليق بالقدرات اللي موجوده. اللاعب في مصر بياخد اكتر من الفلوس اللي يقدر ياخدها بره. قيمته التسويقيه في بلده اعلى بكتير من قيمته التسويقيه بره في دول اوروبيه. الا من رحم ربي واحد او اثنين او ثلاثه بالكتير اللي يقدروا يجيبوا مبالغ. ده دور الرابطه. هو انتوا ليه ما تنظموش العلاقه بين النادي واللاعب؟ فكره انك تحط لي ان اللاعب لازم ياخد كل عقده النهارده وبكره الصبح يتعاقد ياخد عقد جديد، لا، اعمل ان النادي لما يجي يستغني عن اللاعب ممكن يعوضه بمبلغ او يديله راتبه والتزاماته الماليه لحد ما يتعاقد عقد جديد. لكن دي تبقى شغلانه حلوه والله، ارتبط بيك وازهقك فسيبني فاخد عقدي منك وبعدين اروح في حته تانية. حتى لو قال لك ده الفيفا، دي قواعد الفيفا يا سيدي، ليها حلول. ولو اقترحت وحطيتها في نظامك الاساسي الفيفا، الفيفا عماله توافق لك على حاجات يا استاذ ابراهيم. هو الفيفا طبقت معايير السلامه او الشفافيه الماليه؟ انت ما بتطبقهاش لحد النهارده، وسايباك بقالك 10 12 سنه كل سنه تاجل. انما كل حاجه الفيفا وخش واقتحم الفيفا وغير نظامها. هو انت لما تيجي كل لوائحك تبقى بتساعد المواهب في افريقيا انها تقدر تمشي وببلاش او تهرب من نواديها عشان تروح تلعب عندك في اوروبا، لازم نتوقف في الحته دي. افريقيا مش صغيره، مصر مش صغيره، مصر دلوقتي يجب ان تقود العمل الرياضي اللي فيه صالح الانديه الافريقيه. وتقدم اقتراحات وتقدم حاجات للاتحاد الافريقي يتبناها. انا متوسم في رئيس الاتحاد الافريقي الجديد، متوسم في خير. متسبي نامل هذا. فانا بقول لك لا، في كلام كتير جدا يمكن ان يدرس. نفس نظامك الاساسي لما تتحط فيه الضوابط الاقتصاديه، الثواب والعقاب والايقاف والانتقال نفسه وتظبيط الكلام ده، يا اخي
انت اصبحت فكره انك تتفاوض مع اللعيب وهو مرتبط بعقد، دي مساله لا تلفت نظر احد رغم الاتحاد الدولي يا استاذ ابراهيم بيجرمها. طب ما تفعل القوانين الصارمه. انا بحمي الانديه، انا مش بتكلم على نادي، انا بحمي الانديه من فوضى الوكلاء وطموحات غير مشروعه. ان ابقى موجود في النادي بتاعه عمال اتسوق علنا كده بلا حياء بدون ضوابط، لا مطلوب كتير جدا. يستطيع هذه اللجنه اذا ارادت خيرا ان تظبط هذا الاداء. ان شاء الله في حلقه الخميس يكون في متسع من المناقشه لتصورات الكثيرين لدور رابطه الانديه المحترفه، لان احنا حلمنا كتير وانتظرنا كتير، واعتقد انتخاب الرابطه بهذا الشكل بهذه العناصر يخلينا نتفائل. لكن نفتح هذا الملف على مصراعيه في حلقه الخميس ان شاء الله، وما ننساش دايما وابدا ضربه البدايه مع مقالي ومقاله عن افعل التهبيل. مفيش خطأ لفظي، هو التهبيل فعلا. يمكن في اللغة العربية في أفعل التفضيل، لكن اللي حاصل في أفعل التهبيل بجد. والنبي تشرح لنا يعني إيه أفعل الأول؟ أفعل ما على وزن أفعل. في التفضيل أقول فلان أصغر من فلان، بفضل واحد عن واحد. فلان أكبر من فلان، فلان أذكى من فلان، فلان أشطر من فلان، فلان أمهر من فلان، كل ديت صيغة أفعل. ففي اللغة العربية اسمها أفعل التفضيل، بتفضل حاجة عن حاجة على وزن أفعل. لكن اللي حاصل في الإعلام الرياضي نوع من التهبيل في استخدام نفس التفضيل. لأنه أفهم يا باشمهندس في ما يتعلق بالقياسات الثابتة، أقول فلان أكبر من فلان لأنه ده مواليد كذا وده مواليد كذا، فلان أطول من فلان لأنه الطول ملموس ومتقاس، فلان أصغر، فلان، وهكذا فيما يتعلق بالإدراك العقلي أو حتى الإدراك الحسي. لكن ما يتعلق بقيم التذوق والرؤية والرأي، إزاي نفضل مصممين على أنه نفرض رأي ونقول ده الأسطورة؟ مين أحرف، سين ولا صاد؟ هو مين أحسن لاعب، سين ولا صاد؟ وتسمع منتهى التهبيل، منتهى التهبيل بجد، انه يتقال لك مين احرف، الخطيب ولا الدزوي؟ وبعدين تنقل تاني، هو الخطيب ولا محمد صلاح؟ بنتكلم في فوارق زمنيه بين كل مفرده ومفرده تقريبا نص قرن. بنتكلم على مجال مصر، وبعدين يجي واحد مثلا مش عايز يقول ان كابتن محمود الخطيب افضل لاعب في تاريخ الكره المصريه، مع ان ده قالوه ابرز نجوم الزمالك التاريخيين كابتن حسن وكابتن فاروق، فمش محتاجه ان احنا نناقشها. لكن هي الغريب جدا علشان تيجي تنكر على الكابتن الخطيب تميزه تقوم مقرب محمد صلاح، فاقول لك هو احسن محمود الخطيب ولا محمد صلاح؟ يا عم انت مين قال لك اصلا المقارنه تجوز؟ محمد صلاح ايه؟ طب قول محمد صلاح في انجازات تقدر تقارن بيها. اولا يعني انما ده بيقارن بلعيبه بتلعب النهارده انجازاتها 1%. انا بس على التهبيل في المقارنه، بمعنى انك انت لاعب بين واحد وواحد تقريبا 30 40 50 سنه اختلفت فيهم كل حاجه. الكره نفسها الجلد بتاعها اتغير، الملاعب اتغيرت، التكتيك اتغير، العلم اتغير، التغذيه اتغيرت، طرق اللعب اتغيرت، المستوى المنافسين اتغير، فما بالك ان انت بتقارن حد بيلعب في مسابقه اوروبيه في مجال تنافسي مختلف خالص، ولاعب لعب في المسابقه المحليه، ولو كان قدر للكابتن محمود الخطيب يحترف كان هيحترف، كان مونشنجلادباخ لما لعب مع النادي الاهلي في السبعينات قدم عرض مفتوح للنادي الاهلي لكنه تمسك بالاستمرار مع النادي الاهلي. احنا بنقارن ايه بايه؟ فقط على سبيل التهبيل، وبنسمع باستمرار هذا الفرض في المقارنه يا باشمهندس. هو مين اكتر شعبيه، الاهلي ولا الزمالك؟ يا عم انت عندك احصائيات، عندك حاجه محسوسه، عندك ارقام صدرت من مراكز بحثيه، ما فيهاش راي، ما فيهاش راي ابدا. تسمع بقى هو مين اكثر تاثير في السوشيال ميديا، ده ولا ده؟ طب هتقيسها ازاي؟ كل واحد هيقول وجهه نظر وراي. لا دي متقاسه خالص، متقاسه المفترض في ارقام واحصاءات، ومع هذا مطروحه للسؤال. فباستمرار يا جماعة أرجوكم، حتى
في سؤال نجوم كتير، يعني سؤال الكابتن حماد عبد اللطيف، وحماد عبد اللطيف واحد من المهره البارزين في تاريخ الكوره، حاوي بمعنى الكلمه، حاوي بمعنى الكلمه فعلا. سؤال عن مين احرف نشوف رايه قال ايه. يبقى حاجه نادره صعب تتكرر، الاسطوره ده بيبقى لعيب مبدع، مش شرط ان هو يكون واخد بطولات كتيره او لعب مثلا عدد ماتشات دوليه. يعني انا بالنسبه لي في اتنين اساطير كحماد عبد اللطيف حتى دلوقتي احب اتفرج عليهم، مثلا اخش على اليوتيوب عايز اتفرج عليهم. اخش على الكابتن حسن شحاته والكابتن محمود الخطيب، دول اتنين اساطير نادر يتكرروا. انا بكلمك بكل صراحه وبكل امانه. انت عاصرتهم؟ طبعا انا عاصرت الكابتن خطيب والكابتن حسن شحاته، دول الكوره متعه بالنسبه لي. انا بحب الكوره، الكوره متعه بالنسبه لي. الاثنين دول كانوا بيمتعوني. كابتن خطيب بمهاراته واهدافه، والكابتن حسن شحاته باهدافه بقى وتحركاته. اخر 20 سنه مين اكثر لاعبي مصر امتاعا؟ ابو تريكه وحازم امام اكثرهم امتاعا اخر 20 سنه. امتعوني بالنسبه لك؟ بالنسبه لي اخر 20 شيكابالا. سنه شيكابالا انا بتكلم عن اللعيبه اللي بطلت دلوقتي بقى الايام دي. دلوقتي مثلا شيكابالا في دلوقتي انا بيعجبني قفشه. كابتن اللي بيسمعك دلوقتي هيقول لك كابتن حماده عايز يعمل توازن، كل ما يجيب جيل يجيب لك واحد اهلي واحد زمالك. لا لا واحد اهلي واحد زمالك. كلمه بتطلع مني محسوبه لان عارف انا بقول ايه وعارف انا بقيم مين. يعني انت بتقيم لعيب في سنتين، قفشه بقاله سنتين. شيكابالا بقاله مثلا 15 سنه. يعني انا بتكلم على اسطوره موهبه فنيه. لما الكوره بتيجي في رجله امتاع ما بعده امتاع. ما انا قلت لك ايه اللي بيبدعني وبيمتعني كانوا الاثنين دول، كابتن حسن شحاته وكابتن محمود الخطيب. ده بالنسبه لحمد عبد اللطيف. والله كابتن حمد ده راجل طيب جميل جدا. يا عم قول له اللي هو عايزه وخلصه. يعني الحوار كله بيلف. لا اخر يقول له الخطيب وحسن شحاته على فكره انا متفق معاهم وبضم عليهم علي ابو جريشه يعني ومحمد بدوي. يا خبر ابيض على محمد بدوي بتاع المصري. ها لكن يعني ال 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 يقول له طب اخر 20 سنه شيكابالا وحدد له، يقول له شيكابالا وقفشه، قفشه ده اخر سنتين. طب قول لي من سنه كام لكام سنه كام وخلصنا. هيقول ما تقولش شيكابالا بقى وتخلصنا. ومع هذا يا جماعه وبعدين قال له ده رايي. ايوه انت مش مستني رايي، ده رايك بقى انت. رايك سين احسن حد. هو حد ناقش ان مهارات الكابتن شيكابالا مهارات قليله؟ لا مميزه جدا. طبعا. لكن هو ما استفادش منها او لم يقدمها بالزبط. في كل الاوقات بالظبط. فالاسطوره هو الذي يقدم كل ما لديه معظم الوقت. عارف الاسطوره حتى. اما مساله اسطوره حتى اسطوره هي اوقات بتمنح. يعني يا سيدي اذا كان هذا اسطورتك فليكن. ايه ما تضيعش وقتنا ووقتك فليكن. عارف الاسطوره حتى في اللغه، يعني القصه والحكايه اللي بيمتزج فيها الحقيقه بالخيال مش موجود. على فكره الاسطوره هنا خيال بالظبط، بس انت من كتر الواقع ساعات ما يبقى حلو فبتقول ده حلو لدرجه انه ممكن يبقى خيال. اقارنه بالخيال حتى ما بنعرفش المصطلحات عشان نرددها ونسطحها. وبقى كل شيء اسطوره، بقى كل شيء فليكن. كابتن شيكابالا ممتع. ممتع بالنسبه لك اسطوره فليكن. انت حر، جون يكفيك انك تحط حد في هذا المعيار، انت حر. ولكن مش ضروري تجيب الناس تستنطقها ما تريد. هو ده النقطة. وبعدين في إحصائيات بقى، ساعة الإحصائيات الجد، ما هو أنت ما تقدرش تقول كان في لعيب اسمه جورج بيست في إنجلترا. ده كان عجوبة من عجيب كرة القدم يعني في المهارات وبتاع، وبعدين ما عاش كتير لأنه كان يعني منفلت جدا. فبطل بدري. طب لو أنت سألت أي واحد في إنجلترا مين أسطورتك في كرة القدم؟ ولا مايكل اوين؟ مش هيحط الاثنين لان عمر الممارسه بتاعه، مع ان مايكل اوين ده في فتره من الفترات كان بيقارن بمارادونا. ايوه لكن انت فتره، لكن ممكن جدا جدا هيذكر لك الان شيرر مثلا. في معيار. ورغم هذا لما تيجي تقول انا كان بيمتعني مايكل اوين. ايوه فليكن. ما هو ده اللي انا بقوله. يا جماعه ما يتعلق بالادراك الحسي اللي هو التذوق، هو يعني هتسال حد تقول له هو ايه احسن؟ العنب ولا الجوافة؟ دي حاجة وده حاجة. لكن باستمرار ما يتعلق بالتذوق، ما يتعلق بالإدراك الحسي، أنا شايف حاجة أجمل من حاجة، أنت شايف حاجة تانية أجمل من حاجة، ده رأيك. أنت شايف إن المهارة دي أحسن من المهارة دي، ده رأيك. على فكرة العنب والجوافة حتى معيار متغير. بمعنى إيه؟ لو كلتهم وأنت جعان
رايك هيختلف. اه ده راي زراعي. لا لا يعني لو انت جعان جدا وكلت ورايك ان العلبه احلى من الجوافه بس ساعتها وقعت في ايدك جوافايه هتقول يا سلام الجوافه دي احلى فاكهه في الدنيا. المانجا ولا التفاح؟ اللحظه ما فيش حاجه تجبرنا ان احنا نثبت معايير الا فيما يتعلق الاحصائيه. بالظبط هي ديت في الادراك العقلي والادراك الحسي. الادراك العقلي دي مسائل متقاسه بارقام عقليه ومحسومه، لكن الادراك الحسي دي قيم كلها في التذوق، في الجمال، في الرؤيه، في الراي، في الرغبه، كل واحد هيقول حاجه مختلفه، لكن قلت لكم حتى يعني خطيئه المقارنه بين حاجه وحاجه، خليك تقارن بين اللعيبه اللي بتلعب في الدوري المصري او لعبت حتى من 50 سنه في الدوري المصري مع محمد صلاح اللي بيلعب في الدوري الانجليزي. وقلت لك انه في السبعينات لما مونشن جلادباخ جه لعب مع النادي الاهلي، بعد المباراه النادي الالماني قدم عرض مفتوح للنادي الاهلي لشراء الكابتن محمود الخطيب، وده كان منشط مجله الاهلي بالمناسبه. جلادباخ يقدم يعرض رسميا شراء الخطيب، والخطيب لن العب لغير الاهلي، ولو دفع مليون جنيه. شوف وقتها في منتصف السبعينات المليون جنيه كان بتعمل ازاي. 100 مليون دلوقتي. هو ده المساله، ان انت بتقارن ايه بايه؟ مسابقه غير المسابقه، ظرف غير الظرف، منافسين غير منافسين، علم غير علم، حاجات لما مختلفة. تقارن حتى محمد صلاح راجل هتستند الى انجازات مرعبه. طبعا واخد بالك. فقد يعني قد تكون المقارنه ليها اسانيدها، لكن النهارده رونالدينهو ورونالدو بتوع البرازيل وبيليه ومارادونا وميسي ورونالدو البرتغالي. لو جيت قلت مين الاسطوره ما حدش هيقول لك رونالدينو. لو استندت الى المهاره ما فيش زي رونالدينو. ولا واحد في دول عنده مهاره رونالدينو. لكن كيف تم استثمار هذه المهاره؟ لا شيء، غير انك تقف، لان في دلوقتي لو المعيار بالمتعه فقط، ده في ولاد بالستاند اللي هم بتوع الكوره دول طبعا بيعملوا حاجات مرعبه مش موجوده، انما هي لازم مزج المهاره ايوه بالعائد منها. بالظبط. يعني والا تبقى مجد واها حتى مرتبطه. ما هو برضو اللي غيظك ان الكلام ده تسمعه من لعيبه كوره بجد الحاجه تنرفز، لانه يا جماعه انتوا بتتكلموا على لاعب في السيرك ولا لاعب في الملعب؟ انتوا بتتكلموا على لاعب في الملعب، المهاره الفرديه مقرونه بحاجات تانية، مقرونه باللياقه البدنيه، بالسرعه، بالالتزام، بالقرار، بالانتاجيه، بالانضباط، بالقوه. وعلى فكره في عوامل كتيره في دي بتشيل كل المهارة. الاحصائيات بتقول محمد صلاح ما عادش عامل اللي عمله. طبعا واخد بالك، واحنا اصلا من العبث ان احنا نقارن بين مفرده ومفرده. محمد صلاح بيلعب في الدوري الانجليزي مستوى تنافس تاني خالص، مستوى علمي. انت شفت حجم العضله بتاعته؟ الناس طيب الناس هو مختلفة بقى. لا ممكن اقارن لك انا بين اثنين في تفسير انه محمد صلاح لا هقارن لك بين اثنين نزل بنسبة الدهون في جسمه لتحت تحت 6%. هقارن لك بين اثنين يمكن المقارنة بينهم مؤكد بين محمد صلاح ومحمد صلاح. قارن محمد صلاح لاعب الدوري المصري ببازل بروما اللي هي المرحلة توهج فيها بليفربول هتجد واحد تاني خالص. بالظبط. ايه الفرق بين كل دول؟ ما فعله طب انزل للمقاولين كمان. ما فعله محمد صلاح، ما انا قلت لك في مصر. ما فعله محمد صلاح في محمد صلاح وبمحمد صلاح مختلف. اشتغل. كان في حد امبارح مع اسمه محمد عمر كان بيحلل الفارق بين ميسي ورونالدو. عجبني جدا التحليل، انه استند الى حاجات علميه مترجمه يعني. إن ميسي عنده سرعة الترجمة بين الجهاز العصبي والجهاز العضلي 50% من الوقت بتاع الإنسان الطبيعي. فهو عشان كده أسرع في قراره من أي لعيب يمسكه، بيعمل فيه نفس اللعبة 3-4 مرات ويعملها فيه. لأن ذهنه أو جسمه يستجيب لذهنه في نص الوقت. واخد بالك؟ فيما يتعلق برونالدو، رونالدو هو اللاعب الذي استطاع ان يسيطر على كل مفرده من مفردات حياته، لدرجه انه جاب استشاري جوده النوم. جوده النوم؟ انا اظن ان محمد صلاح عمل كده.
لان انت يمكن مقارنه محمد صلاح فعلا برونالدو. اه طبعا نفس القرار نفس ال ده نوع. طيب هو احنا لو كان الكابتن محمود الخطيب ولا الكابتن علي بوجريش ولا الكابتن حسن شحاته اتيحت لهم الفرص الفرصه دي ولقوا حد وعاشوا هذه العيش كان يروحوا فين؟ كان الخطيب هيقارن بجورج ويا بالظبط واخد بالك، وكان الكابتن حسن شحاته هيقارن بريفالدو واخد بالك، كان الكابتن علي ابو جريشه يعني انا كنت اشوف علي ابو جريشه وحمدي نوح مهارات مش موجوده عند حد. حمدي نوح حاجه فلتة ما كنتش اشوف المهارات دي موجوده عند حد صحيح، لكن كان ينبغي ان هم يخرجوا في يعني معترك اخر يستنفر تنميه هذه المهارات، بعضهم هينجح بعضهم لا، لان في جزء الشخصيه بيؤثر على النجاح. الكابتن الخطيب اسطوره موفقه في زمنه طبعا، انه خد احسن لاعب في افريقيا أيوه. ارقامه القياسيه ما زالت تعيش بيننا أيوه. الكابتن محمد صلاح اسطوره موثقه بارقامه القياسيه، هو محمد صلاح يتحدى محمد صلاح كل يوم. صحيح، ده كلام مهم جدا عن افعال التهبيل، لكن بعد الفاصل الخير ما شاهد به عيسى. اهلا بحضراتكم من جديد. شفنا افعل التهبيل في مقالي ومقاله، لكن يبقى الكلام الكثير في الغربال. اسمح لي اقول لك حاجه بسيطه. هقترح عليك اقتراح. الفقره دي تناولها بلا تعليق لانها معلقه على نفسها. بلا تعليق، لان الخير ما شهد به عيسى. وعيسى هو الزميل الكاتب الصحفي الأستاذ إبراهيم عيسى، اللي الناس لازم تعرف رأيه في النادي الأهلي حقيقة. في 13 ديسمبر 2012 في جريدة التحرير، الجريدة اللي كان أصدرها الأستاذ إبراهيم عيسى وكان يرأس تحريرها، وبالتالي كتب مقالة مهمة في هذا التوقيت في 13 ديسمبر كانت بعنوان ليت مصر كلها أهلي. وحنشوف منتهى الإنصاف والوضوح في رأي الأستاذ إبراهيم عيسى في النادي الأهلي. القناعة. قال: إذن الأهلي هو النموذج الذي يجب أن نكون عليه الآن جميعا. الآن يعني هذه الأيام. أخص بالأهلي النادي والفريق لا الجماهير، فالجماهير جزء عاكس لما نحن فيه ومنعكس على ما نحن فيه، لكن الأهلي النادي والفريق حاجة تانية. نحن أمام مؤسسة منضبطة وصارمة. النادي الأهلي نموذج أيضا في عدم الانسياق إلى المزايدات. أنا بقرا لكم فقرات لأن المقالة كبيرة. النادي الأهلي يسير النادي الأهلي استطاع أن يشكل فريقا من المواهب والكفاءات ويحافظ عليهم ويحفظهم ويكلف مديرا فنيا وطنيا على أعلى درجات الكفاءة والاحتراف والمسؤولية والخبرة، فأدار بالعقل والوعي وسط أجواء منفلتة منفعلة في ظل في بلد كله منفعلة في البلد كله، فنجح بامتياز. وبيتكلم على الظرف الثوري وحالة اللي كانت وقت بتسوق المقالة كان من وقت المقالة في ديسمبر 2012. وبيقول النادي الأستاذ إبراهيم عيسى: النادي الأهلي نموذج في المسؤولية الوطنية، فيؤدي مهمته من أجل البلد وسمعته وصورته، ويهمه شرف بلاده واسم فريقه، فلم يفلت لحظة ويساوي بين رئيس النادي و وبيقول ليتنا كلنا نكون أهلوية في هذا الظرف، نتمسك بالكفاءة والاحتراف ونعمل بمنتهى العزيمة والإخلاص، ونرفض المبررات والحجج، ونقاوم الفوضى والانفلات، ونحافظ على وحدتنا ومهمتنا، ونرفع من قدراتنا، ونجدد عزيمتنا، ونمجد بلدنا. وبيقول الأستاذ إبراهيم عيسى في ختام مقالته المطولة: تحية لحسن حمدي ومحمود الخطيب وهشام سعيد ولحسام بدراوي ولنجوم الفريق وكل راجل أهلاوي أعطى درسا لنا في الكفاءة والتوحد والتصميم والنجاح وتشريف بلدنا. بينهي مقالته محييا الأهلي على كل هذا الأداء الرائع جدا وعلى التماسك اللي تمثلت به قلعة النادي الأهلي بقيمها الإدارية بسياساتها المنضبطة
بقدرتها على التصدي لأي ظروف، وبيقول الأهلي خرج من كل هذه الأنواع ثابت راسخ قوي لأنه عنده هذه القواعد الإدارية الصلبة والصمد. طبعا تختصرت الكلام فيه إشادات أكتر وأكتر، بس فيها يعني إسقاطات سياسية مش وقتها وملناش دعوة بيها. بالظبط، بتاعت مرحلتها كده. بتاعت مرحلتها طبعا. وكان يحيي النادي الأهلي على شجاعته في مواجهة هذه المرحلة اللي كانت بتتجه بالبلد إلى اتجاه وهذا يعني الحقيقة المقالة دي يا أستاذ إبراهيم هي ترجمة صادقة لما كنت أقصده في الانترو بتاعي. وأنا أتحدث هل تكشف الأيام عن المسطور مش عارف ايه اللي انا قلتها في البدايه. ده قال حتى على الاهلي ولم تستنزفه محاوله دوله الاخوان جرجره مسؤول النادي في تهم ماليه واداريه تشغل الناس وتضرب النادي بجمهوره وبانصاره. ما هو انا بقول لك اشارات واضحه. ما الذي حدث يا ابراهيم؟ مش عايزين نعلق اكتر من كده، لان حتى هو اشاره هي في المقاله دي انها هي تلك اللحظه التي اصدق فيها فعلا الاهلي فوق الجميع. هذا الشعار الذي يرفعه النادي الأهلي، النادي الأهلي تفوق على أحزانه. لو تتخيل الأهلي كان عايش إيه وقتها، وأبنائه وقاوم في مواجهات حقيقية هذا الانفلات حوله، واستطاع أن يحرز البطولات وأن يشرف بلده ولا ينساق في من أراد أن يحتويه، بل قاومه ورفع شعار الاهلي مش لا يخلط السياسه بالرياضه في صرامه. فاي حد يقول غير كده يا جماعه اقول له افتكر اللي كنت بتقولوه وافتكر ايه اللي هترجعوا تقولوه. وليتنا كلنا اهلاويه، ده نص مقاله الاستاذ ابراهيم عيسى. ليتنا كلنا نكون اهلاويه في هذا الظرف، نتمسك بالكفاءه والاحتراف ونعمل بمنتهى العزيمه والاخلاص ونرفض المبررات والحجج ونقاوم الفوضى والانفلات ونحافظ على وحدتنا ومهمتنا ونرفع من قدراتنا ونجدد عزيمتنا ونمجد بلدنا. هذه بعض اللحظات التي اصدق معها قيم الاهلي وثوابته وتقاليده. ثم يتحدث كثيرا عن الفارق بين وحدة الأهلي وقدرته وتماسكه كمؤسسة إدارية منضبطة في مواجهة كل هذه الأنواع وهذه العواصف. ده كان رأي الأستاذ إبراهيم عيسى بمنتهى الإنصاف. أنا علشان بس الأجيال الجديدة بتظلم الأستاذ إبراهيم عيسى في رؤيته للنادي الأهلي. هكذا كانت رؤية الأجيال الجديدة عيسى. بتظلم الأستاذ إبراهيم عيسى؟ لأنه ما قروش رأيه، ما قروش رأيه. هو ده الرأي. أنت كنت إحنا قلت لك بلاش تعليق. قلت لك استاذ ابراهيم عيسى نرجو ان يثبت على هذا الراي بس، لانك انت لما تيجي تقول لي كلمه لازم في اللحظه دي انت كنت تعنيها ولا في اللحظه دي انت تعنيها بس. خلينا في ديت خلاص. انا مصدقه وبحييه وبطلب منه ان هو ده يعني مصدقه بالتاريخ 2012. لا وبحييه على رايه وبشكره عليه بالعكس. ان هو اولا هو شيء ساب شيء موثق ومكتوب يستطيع اي اهلاوي ان يعود اليه. كان هو رئيس تحريرها، وفي جريده هو رئيس تحريرها، والراجل كان بمنتهى الانصاف ما حطش اي حاجه ليها علاقه بمشاعره غير انه شاف الاهلي في هذا الظرف كان عامل ازاي. اشكرك يا استاذ ابراهيم على ما قلته في 12/11/2012. ده كان كلام مهم جدا عن ابراهيم عيسى في ديسمبر 2012 ومقال ليت مصر كلها الأهلي. شكرا جزيلا. لكن بعد الغربال يبقى هناك كلام كثير بعظمة لسانه أصيل يا بواليا. ولتر بواليا لاعب مهاجم النادي الأهلي اللي الأهلي جابه من الجونة كان مصحوب بأحلام كثيرة وكبيرة، لكن الحقيقة ما انسجمش، ما أضافش كتير. الظروف القيد القائمة الأفريقية دفعت مسؤول الكرة في النادي الأهلي إلى إعارته إلى أحد الأندية التركية. طبعا مفهوم جدا أن أي لاعب بيخرج، خاصة أنه جاي النادي الأهلي محمل بأحلام وأمال كبيرة جدا، لما يخرج معار اعتدنا أن احنا نشوف الناس في قمة الغضب، في قمة الاتهام، في قمة العصبية. لكن الحقيقة امبارح كان
وولتر بواليا على الهاتف من اسطنبول مع مستر مع الزميل ابراهيم فايق، تحدث عن هو ليه ما نجحش مع النادي الاهلي. يعني حتى كان سؤال الزميل ابراهيم فايق، انت جاي من الجونه مكسر الدنيا، ايه اللي حصل لك في النادي الاهلي؟ اتهم مين بالظبط بواليا؟ نسمعه. صف لي مشاعرك في اللحظه التي ارتديت فيها قميص النادي الاهلي لاول مره وتواجدت في النادي الاهلي لاول مره. اولا احب ان اقول انه شرف لي انني كنت ارتدي قميص النادي الاهلي، وانا احترم النادي الاهلي جدا. كانت سعاده كبيره. الاهلي فريق عظيم، فريق كبير في افريقيا، وهو فريق معروف على مستوى القارة، وكان شيء عظيم ان ارتدي قميص النادي الاهلي. اسباب عدم تألق وولتر بواليا، انا لم افهم ثقافة الاهلي الى ان دخلت الى النادي الاهلي، وكان يجب علي ان اقضي وقت لفهم ثقافة الاهلي، وهناك اشياء كان علي ان اتعلمها في هذا الفريق حتى اكون لاعب جيد. انا لا استطيع ان القي باللوم على اي احد، ولكن ربما لم افهم ثقافة الاهلي. ماذا تقصد بثقافة النادي الأهلي التي لم تفهمها مبكرا وكان عليك أن تعيها قبل أن تكون متواجدا في الملعب، وعلى ما يبدو أنك فهمتها في وقت متأخر؟ في كل بيت من بيوتنا هناك روح لهذا المكان. بالنسبة لي أنا أفهم ما أنا أفهم الأهلي، وحاولت أن أفهمه أخذ مني بعض الوقت لكي أتفهم إلى أي اتجاه أتجه، ولم أفهم هذه الثقافة بشكل جيد، ولكن كلما قضيت وقتا كلما عرفت وتفهمت تلك القواعد وتلك التعليمات وتلك الروح الموجودة في الفريق. هو ده الهدف من الرياضة أستاذ إبراهيم، أن تكون أمين صادق مع نفسك. هو مش خارج بغضاضة ومدرك أن جزء من المسؤولية في عدم نجاحه بالشكل المطلوب يعود إلى عدم استيعابه الثقافة والأدوار المطلوبة منه أنا ذاك. وقال إن في كل بيت بيبقى فيه روح ونظام، والبيت ده كان لازم أفهمه بسرعة عشان أنا أدركت متأخرا وحققت بعد النجاح. وفعلا أحسن ماتشات لبواليا في الثلاث ماتشات الأخرانيين، ولكن مؤكد إن بواليا ما كان يقول هذا الأمر هو وغيره من الذين يخرجون من النادي الأهلي إلا لو كانوا فعلا لقوا حاجة تستحق أن يتم الإشادة بها وتعبر عن نوع من الأسف على أن هم يعني خرجوا، وتحس أنهم في يوم ما سنعود لنترجم استيعابنا لهذه الثقافة إلى نجاح. ده كمان رسالة اللعيبة بتمشي، لأنه باستمرار بنقول الأهلي جاب فلان وما نجحش، والبعض يعتقد انه الجهاز الفني هو السبب او الناس اللي اختارت هذا اللاعب هم السبب، ومحدش بياخد باله الى انه اللاعب القادم الى الفريق بالذات فريق في نظام بالشكل اللي بواليا بيتكلم عليه عايز وقت علشان يقدر يستوعب هذه الروح، هذه الثقافة، فيها تفاصيل كتيرة جدا. حالة الانضباط اللي هنا مش زي المكان او الاماكن اللي اعتادها، حجم الضغوطات ومستوى التنافس وطموحات الجماهير، الأهداف اللي انت بتلعب علشانها، الدوافع والحوافز اللي انت بتلعبها، سيستم اللعب، ضغوط الجماهير، مستوى أداء المنافسين ضدك، سيستم اللعب ونظامه، حاجات كتيرة جدا بتخلي هذا المكان مختلف. محتاج وقت عشان تستوعب هذه الظروف كلها عشان تقدر تنصهر في هذه الثقافة، وده اللي بيخلي لعيبة كتيرة بتيجي الناس بتستعجل نزولهم. يمكن موسيماني لما كان جه وولتر بواليا دفع بيه سريعا وقتها، الناس كان ليها رأي انه يستنى شوية،
بنشوف العناصر اللي الاهلي ضمها هذا الموسم، ممكن الراجل ياخد الدرس برضه ويتأنى في منح الفرصه، لانك انت من كل العناصر سواء اللي راجع من الاعاره او اللي جاي من بره، لا عايز وقت علشان يهضم ويستوعب هذه الثقافه اللي اشار اليها وولتر بواليا باهتمام. انا بس عشان اقول لك المساله مش بس ليه علاقه باللعيب الكويس واللعيب اللي مش كويس. هدي لك مثل واحد شطب كول يخلي الموضوع ده محسوب. في احرف واذكى واكثر كفاءه من ميسي؟ لا. راح باريس سان جيرمان حتى الان ما هوش مقنع، بدليل انه اتغير الماتش اللي فات وخرج غاضبا. اول مره في حياته يخرج. فاذا كان المساله مساله ثقافه المكان بتضيف الى الانسان، فانت حاجه من اتنين، اذا كنت انت داخل عشان تغير المكان لثقافتك هتجد صعوبه. لو انت هتستغل امكاناتك وذكائك ومهاراتك انك تمشي مع ثقافه المكان اذا كانت تناسبك هتنجح، لما تناسبكش هتقول يا ريتني ما مشيت. وده كلام مهم جدا من بواليا لكل جماهير الاهلي. بالراحه على اللعيبه الجداد، ادوا اللعيبه الجداد فرصه يستوعبوا يهضموا هذه الثقافه وياخدوا على هذا المكان. حجم التوقع، سرعه الحكم وحجم التوقع العالي، وانتم فاكرين ان اي لاعب من اللعيبه الجداد مجرد ما هينزل هيكسر الدنيا؟ لا، مش ترس، المساله محتاجه وقت عشان يوصل للي اشار اليه وولتر بواليا، اللي احنا تعمدنا ان احنا نجيب كلامه لانه رساله لكل الجماهير في استقبال اللعيبه الجداد. بالراحه عليهم شويه ومساعدتهم على هضم ثقافه المكان. هنطلع لفاصل. لا، قبل ما نطلع الفاصل، لا ده في حاجه لازم قبل ما ننساها. احنا كنا بنقول العاب الصلاه ومش العاب الصلاه وعمالين نقدم النماذج، ده احنا عندنا معجزه حقيقيه اسمها هنا جوده، حققت بطوله البرتغال وكسبت عتاوله في هذه البطوله، كسبت تحت 15. انا مش متاكد اذا كانت 15 ولا 19. 15 عايزين نتاكد. خسرت اول 15 وخسرت، كسبت نهائي 15 وخسرت نهائي 19. يعني وصلت نهائي 19. ايوه. طيب ما هو يعني برونزية 19. ما يعني في الدور قبل النهائي ما وصلتش للنهائي. طب بنت عندها 15 سنه تكسب نهائي 15 وتوصل قبل النهائي 19، تكسب بطلات 19 سنه على المصنفات. احنا امام عبقريه بتنبت في النادي الاهلي، لازم تاخد حقها، لان الحقيقه احنا من كتر ما بنتعود على هذه البطولات ما بنديهاش حقها. كل التحيه والتهنئه لهنا جوده ولكل ابطال وبطلات الاهلي في تنس الطاوله. هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل كمان كلام مهم من وولتر بواليا. اهلا بحضراتكم جديد. ما زلنا مع وولتر بواليا وكلامه مع ابراهيم فايو، وده كلام مهم جدا. اولا عشان تجربه وولتر بواليا الناس تتذكرها دايما مع اللعيبه الجديده، وعشان جمهور الاهلي يبص للعيبه الجداد بعين بواليا، انه لسه الناس محتاجه وقت تهضم وتستوعب ثقافه وظروف المكان وطبيعه اللعب للنادي الاهلي. الكلام بتاع وولتر بواليا اهميته انه الراجل بيقوله هو بره الاهلي، يعني مش بيخدم او مش بيدور على مصلحه او بيبحث عن فرصه، الراجل مشي بره خلاص وبيطمح وبيامل في نجاح تجربته في اعارته للدوري التركي، لكن كمان حتى رؤيته لزمايله فيه راي محترم جدا. قلت لكم اللي بيخرج من فرقه بالذات لما يكون جالها باحلام وطموحات كبيره جدا بيبقى فيه غصه شويه، واعتدنا للاسف من لعيبه كتير مصريين عندنا لما بيخرج من فرقه هاتك تكسير وهاتك تشكيك ويبدا يرمي كل الكلام على كل الناس الا هو. وولتر بواليا رايه في لعيبه النادي الاهلي اللي هو خرج من وسطيهم رايه ايه؟ كيف كانت علاقتك بلاعبي النادي الاهلي؟ من كانوا يتنافسون معك في هذا المركز؟ محمد شريف، مروان محسن، كيف كانت علاقتكم كمهاجمين ببعض؟ مع شريف كانت جيدة، ومع مروان جيدة، ومع الكل، وكنت أشجعهم ولم أكن أشعر بالغيرة نحوهم، وهم بالتالي لم يشعروا بالغيرة نحوي.
كيف ترى من وجهة نظرك تواجد النادي الأهلي في إفريقيا، حجم النادي الأهلي في إفريقيا، فوزه ببطولة إفريقيا مرتين متتاليتين، مشاركات النادي الأهلي وتواجده باستمرار على منصات التتويج، كيف ترى هذا الأمر من وجهة نظرك؟ From my point of view is a very good had a very good group. الأهلي به مجموعة عظيمة جدا، عقلية جيدة جدا، ومجموعة رائعة تمثل فريق رائع. دائما عقليتهم هي الفوز وعقلية متميزة جدا. الأهلي أستطيع الأهلي من الأهلي يضع دائما نصب عينيه الفوز. أنت الأهلي بطل، ودائما يفكرون بأنهم سيكونوا أبطال، وهذا هو ما يشجعني دائما، هذه الروح. وبالفعل أرى أن الأهلي سيستمر هكذا، ومن الممكن أن يستمر في حصد البطولات لمدة 3 أو 4 مواسم مقبلة. الحقيقة أهمية هذا الكلام إيه؟ ما هي صدفة، ما هي صدفة إن كل الناس اللي احتكت بالأهلي، أنت لما تسمع فايلر هيقولك نفس المعنى، وما زال يعني دائما سواء بتويتر أو انستجرام أو على عبر وسائل التواصل الاجتماعي يبين لك إنه كيف أنه متابع ويؤيد ويحتفي بالأهلي. لما تسمع بجي، لما تسمع بواليا، لما تسمع لعيبة كتيرة جدا أو مدربين بيخرجوا من النادي الأهلي، حتى مستر كارتيرون وهو يشير الأهلي عمل مؤسسي، الناس دي ليه بتقول هذا الكلام كلها وكأنها حافظاه؟ لأن هي دي الحقيقة، هم عاشوا الكلام ده، هم مش بيزوقوا الكلام، هم بيحكوا تجاربهم اللي أثرت فيهم وألهمتهم، وبيشيروا إن ده واحد من أهم أسباب نجاح الأهلي. فالمزايدة في هذا الأمر تبدو غريبة يعني. زي بالظبط اتهامات البعض لجماهير الأهلي أو حتى للجماهير المصرية باتهام بغيض جدا عالميا وإنسانيا وأخلاقيا، وهو اتهام العنصرية، والناس بتستسهل تردده رغم أن الجماهير لما بتتضايق من سين أو صاد من الناس بيبقى نتاج سلوك ملوش علاقة بأي شكل عنصري. شهادة في حق الجمهور المصري وموقفه من العنصرية من مستر بيتسو موسيماني. علي فانس، بالنسبة لجماهير الأهلي أنا لا أعتقد أنه يوجد مشجعون أكثر شغفا وحماسا من مشجعي الأهلي. لم أقابل أو أرى أي جماهير مثلهم، فهم يحبون الفريق ويحبون كرة القدم ولا يريدون شيء سوى الفوز، ولا يفكرون في أي شيء غير الفوز، ودائما توقعاتهم كبيرة ويضعون ضغوطا كبيرة جدا على اللاعبين، ولكن هذا هو الثمن الذي يجب أن تدفعه عندما تلعب في الأهلي أو تدربه. عندما أصف الأهلي بكلمة واحدة أقول أنه أمة. أما بالنسبة للعنصرية، أنا لم أواجه أو أجد أي عنصرية هنا في مصر، ولم أكن يوما ضحية لمثل ذلك أبدا، وأنا لا أعلم بوجود مثل هذا الشيء في مصر، ولم أشاهده سواء من جماهير النادي الأهلي أو جماهير الفرق الأخرى. أما بالنسبة للعنصرية فهي موجودة في العالم كله ولا يمكن تجاهلها، وإلا لماذا يوجد شعارات مثل حياة ذوي البشرة السمراء لها معنى؟ إذن فالعنصرية موجودة في العالم كله ولا بد من التعامل معها سريعا. شهادة مهمة جدا جدا جدا، قد يبدو البعض أنه لا يعني يستوعب أهمية أن يسمعها في هذا التوقيت بالذات، من شخص أجنبي جاء إلى مصر يتمتع بكل المزايا فيها ولا يشعر بأي نوع من أنواع التفرقة. شهادة مهمة جدا جدا جدا، ترد على ملفات كتيرة جدا 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 يحاول أعداء مصر إلصاقها بمصر من خلال حاجات كتير، ومنها كرة القدم التي هي مع كل شيء بريء من هذا، لأن المصريين الحقيقة جبلوا على التسامح والطيبة واحتواء الآخر.
ده كان كلام مهم من مستر بيتشو موسيماني عن الجمهور المصري في عمومه، لكن عن النادي الاهلي ازاي ان هو شايف هذا الجمهور اعلى جمهور في الشغف وحب الكوره والتمسك بالفوز. قال انا ما شفتش مكان في العالم في جمهور يتمسك فقط بالفوز، ما يسعدهوش الا المكسب، يتفرج دايما عشان يكسب. فقال دي حتى لما سئل تصف فريق الاهلي بايه او النادي الاهلي بايه، قال لك امه نيشن، بالمعنى انه فريق له هويه، له خصائص، له سمات، له ثقافته. هي ديت ترجمه هذا الفريق بهذه الهويه او هذه الخصائص اللي خلته بطل على مدى كل هذه العصور. بيتشو موسيماني كان اختيار جريء جدا، استغربوا البعض في البدايه لمجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب، لكن تباعا الكل ادرك انه ده كان قرار مهم جدا. لكن على ذكر مجلس اداره النادي الاهلي والكابتن محمود الخطيب، هناك راي سلبي تجاه الخطيب والمجلس، رد عليه الزميل خير رمضان، نشوف. الانتقاد الموجه للاهلي، اصل مجلس ادارته متكبر. هو متكبر عشان ما بيدخلش في المعطرات، علشان ما بيدخلش في حاجات صغيره، علشان الخطيب عامل سيستم. ابراهيم امبارح بيشير الى ان رئيس نادي الزمالك الاسبق قبل اللجنتين كان بيقعد مع اللعيبه، فبعدها الخطيب بدا يقعد. مش صحيح ابراهيم، مش صحيح، لان صالح سليم كان بيقعد مع الفريق قبل اي مباراه مهمه او قبل اي بطوله مهمه. حسن حمدي، كابتن حسن حمدي ولهم كل الاحترام، كانوا بيقعدوا مع اللعيبه. الخطيب هو المشرف العام على الكوره، لما فريقه ما كانش الفريق بيوصل لنهائيات سنين كتيره. الخطيب في سنه كام سنه، الخطيب شفت له كام حوار، حوارين من يوم ما مسك رئاسه النادي الاهلي. الخطيب حد رصده بيغلط في حد من مجلس الاداره علق تعليق سخيف ضد حد من لعيبه الاهلي وقف قدام جماهير الزمالك او قدام جماهير الاهلي بتاعته يشتم في الزمالك، ما حصلش. انتوا بتلوموا اداره الاهلي انها متحفظه ولا تشتبك. صديقي الاستاذ هاني شكري النهارده كاتب زعلان قوي، بيقول لك مجلس الاداره المتكبر. هو متكبر يا استاذ هاني علشان ما بيدخلش في خلافات ولا خناقات صغيره. هو متكبر لان هذه طبيعه الاهلي، ليس تكبرا ولكن احتراما. هو مؤسسه بشهاده الزمالك، كل الناس بتوع الزمالك والزملكاويه اصحابي كتير من نجوم ولاعيبه وجمهور وكله. انا ابويا كان زملكاوي، احنا بيت كنا 10، ابويا واختي تعاطفت معاه فبقت هي، كانوا الاثنين الزملكاويه في البيت واحنا 8 اهلاويه، وكنا بنقعد ونقول مبروك ونغيظ بعض شويه ونلعب شويه زي ما ابراهيم قال امبارح. هو يعني لمس الاستاذ خيري على نقطتين الحقيقه، واحده منهم مضحكه شويه، ان الخطيب بيقعد مع الفرقه علشان رئيس نادي الزمالك الاسبق كان بيقعد مع الفرقه، وكانها سنه ابتدعها وابتكرها رئيس نادي الزمالك الاسبق. يعني لما رئيس نادي الزمالك الاسبق اللي ما كانش لاعب كوره يقعد بشكل يكاد يكون يومي في الملعب وبره الملعب وفي كل مكتب وفي كل حته مع لعيبه الكوره، هذا حقه، هو يريد ان يدير هكذا. ما حدش قال له انت بتعمل كده ليه؟ لكن الخطيب الراجل النجم الاسطوري تاني، الاسطوري والاداري الرائع الخبير المتمرس اللي خدها من تحت لفوق، عضو مجلس اداره قبليها مشرف كره وعضو مجلس اداره وامين صندوق ونائب رئيس نادي ثم رئيس نادي، وفي كل ده كان في لجنه الكره، لا ما يقعدش. والا وكأن لما رئيس نادي الزمالك يقعد مع اللعيبه ممنوع على حد تاني يقعد مع اللعيبه، والا تبقى في رايه لا انت قعدت يا سيدي حاضر والله عجبتنا وبنقلدها شكرا. لكن الاغرب منها ان يتهم الاهلي ومجلس ادارته بالتكبر. وعلينا يا استاذ هاني، وانا يعني اقدرك تماما، انت واحد من رجال الاعلام والاعلان اصحاب الخبره الكبيره، أقدرك تمام الحقيقة، ولكني أختلف معك 180 درجة، لأني هنوضح مع بعض نقطتين بس مهمين جدا. عليك أن تدرك الفارق بين الكبرياء والتكبر. الكبرياء أن تعتد بنفسك ولا تنزلق
لأن تبدو في لحظة ما وأنت تتصرف بتصرف يسيء إليك قبل أن يسيء إلى الآخرين. وأنا قبل كده قلت مفهومي اللي أنا خدته من رحمة الله عليه من الراحل العظيم الأستاذ نعمان صبري مدير عام النادي الأهلي، أن الكرامة هي تصرفاتك. فلما تتصرف بطريقة تقول الراجل ده بيعمل إيه وصوته ماله عامل كده، إيه الألفاظ اللي بيقولها دي، أنت تسيء إلى نفسك. فأنا لما أشعر بالكبرياء أن أترفع ولا أرد وأتغاضى وأخذ حقي بطريقة فيها مشروعية وطريقة شيك تتجاوز عن كل هذه الصغائر، هذا ليس تكبرا. وإن كان إذا فسرته تكبرا هو تكبرا محمودا، لأن التكبر على أهل التكبر صدقة. صدقة. الكبر على أهل الكبر. الكبر على أهل الكبر صدقة. ولكن النادي الأهلي لا يتكبر. وأذكر هحكي لك قصة كده، الكابتن صالح كان يخش من النادي يبص لقدامه كده ويخش كده لحد الحتة اللي بيقعد فيها أو يخش على النادي الأهلي، فبعض الأعضاء قالت يعني والكابتن صالح يعني ما يخشش يسلم علينا ويقعد معانا تصوروه متكبرا. فأنا قلت له يا كابتن الناس بتقول عليك إنك متكبر عليهم شوية. قال لي يا ساتر ليه؟ قلت له عشان بتمشي دغري وبتاع. قال لي يا عدلي هو انا المفروض ان انا اتطفل على الناس؟ ابقى ماشي ببحلق لده واحرجه وهو قاعد مع اسرته والتاني ابص له ما هيقولوا لي اتفضل يا كابتن. لكن انا ماشي لو حد منهم صب عليا هرد عليه، لو حد منهم طلب ان انا اقعد معاه بقف وبتكلم معاه وبقعد معاه. ايه المفهوم لكن الراقي؟ لكن مش هخترق خصوصيه الناس. ايه المفهوم الراقي ده؟ وايه الكبرياء دي؟ الراجل اللي ما بيصغرش نفسه الاحتراف. انه بعد شويه يقول له اوه والكابتن جاي بقى يعني ما هو لا مش كده. فعليكم ان تدركوا الخيط الرفيع بين الكبرياء والتكبر. النادي الاهلي يدرك هذا الخيط ويتمسك به. ده الاحترام وهذه هي طبيعه الاهلي ورجاله. هنطلع لفاصل وبعد الفاصل كلام تاني مهم. وما تخافش على الاهلي، طول ما قيادات الاهلي عندها هذا القدر من الاحترام من الحفاظ على كبرياء وصوره وقيم النادي، طول ما ان هي مترفعه دائما وابدا عن الصغائر والصغار، طول ما انت محافظ على هذه السمات والخصائص التاريخيه لصوره النادي الاهلي، يبقى النادي الاهلي كما يراه الجميع وكما يحب ان يراه محبوه. ده النادي الاهلي ودي صورته. شفنا الاستاذ خير رمضان وهو بيعلق على كلام الأستاذ إبراهيم عيسى وعلى كلام الأستاذ هاني شكري، لكن كمان لما الأمر يصل إلى نجوم ومدربي الأندية الأخرى، نلاقي نجم كبير زي الكابتن شريف الخشاب وواحد من نجوم غزل المحلة الكبار وكان واحد من منتخب مصر اللي شارك في كأس العالم للشباب في 81، عنده هذا التقدير للنادي الأهلي وعنده تفسير لكلمة الأهلي فوق الجميع، العبارة اللي مضايقة ناس كتيرة فسرها الكابتن شريف الخشاب نقلا فهمها. عن ابنه. مش فسرها، فهمها. نسمعه. ميزه في النادي الاهلي ان ممكن كابتن مجدع انا اهلي وانت اهلي ممكن واعيين مع بعض. لا بس مالهاش دعوه بال... بس جت مصلحه النادي الاهلي هو فوق كل اعتبار. بص ليه ما مسكت فيك واحنا الاثنين اللي واقعين مع بعض. هو جمله الاهلي فوق الجميع دي يعني ممكن ما تعجبش حد، لكن هي حقيقه الامر. احنا بنعتبر النادي فوق الجميع. ما عايز اقول لك حاجه عشان افسرها بس لان انا طقصت فيها شويه الحته دي. لان ناس كتير زعلت من كلمه الاهلي فوق الجميع. المقصود اللي انت عارف مين اللي فسرها لي؟ ابني اهلاوي متعصب جدا. جدا. يعني لو هو لسه عريس بقاله سنه ولا سنتين. ربنا يخليه لك يا رب. فهو مهندس لما الاهلي بيخسر بتبقى نصيبه ما بكلموش. واخد بالك؟ فجيت بقول له الاهلي فوق الجميع وبتاع، فقال لي يا بابا هي مش كده. الاهلي فوق الجميع يعني الاهلي فوق اي حد من ولاد النادي. بالظبط. من ولاد النادي مش فوق. بالزبط. مش فوق مصر يعني. بالظبط. هو يعني اي حد من ولاد النادي. بالنسبه للاهلاويه. بالنسبه للاهلاويه هو فوقنا بس كلنا. بس هو بالنسبه للاهلاويه ملوش دعوه فوق الجميع. ما يقصدش. ما يقصدش الانديه كلها. ما يقصدش فوق جميع. لا يعني لا. ايه يعني الترجمه مصلحه الاهلي فوق جميع. اي حد. فوق اي حد من ولاد الاهلي. يعني بمعنى ايه؟ ان انت غلطت وانت اهلاوي.
اتعاقب. تتعاقب الاهلي فوق. ايوه بالظبط هو تتعاقب. ده انا فهمتها. الخطيب نفسه كان بيتعاقب. ايوه وانا تعاقبت والشريف عبد المنعم اتعاقب. لا وفين وفين امثله كل اللعيبه. وفي امثله حسام ابراهيم اتعاقب. ابراهيم سعيد اتعاقب. لعيبه كانت جامده جدا. حلو هي دي الحضري اتعاقب. اذا كابتن شريف بيؤكد على المؤكد. لكن في حاجات تانية يا استاذ ابراهيم. حتى اللعيبه اللي بتخرج من الاهلي يا جماعه انتوا يعني بعد ما شفتوا بواليه واحد زي مصطفى شبيطه تربى في النادي الاهلي وخرج من النادي الاهلي ما لعبش كتير في الفريق الاول بس لو رجع به الزمن دلوقتي هو بره الاهلي زي ما شفنا عمرو الحلواني باحساسه بالاصاله وبالتقدير وبالامتنان وبالسعاده انه مرتبط بتاريخ الاهلي كمان مصطفى شبيطه الراي مهم. انا من ناشئين النادي الاهلي من وانا عندي 9 سنين ولعبت في الدرجه الاولى 3 سنين وكنت بخرج اعاره وكنت برجع تاني وده الموسم دوت الحمد لله لعبت فيه بشكل مستمر والحمد لله قدرت ان انا اروح مع كابتن حسن شحاته منتخب مصر 2010 فالحمد لله يعني ده كان من احسن مواسم ليا في النادي الاهلي لكن بعد كده لقيت نفسي ان انا كابتن حسام البدري طبعا جه عليا بدا ما يلعبنيش والموسم الجديد لقيت نفسي ان انا مش هيلعبني فطلبت ان انا اخرج اعاره تاني. لو رجع بيك الزمن تطلب ده ولا بتقول لا انا هكمل الاهلي؟ دلوقتي لا طبعا يعني لو رجع بيا الزمن وكنت بالنضج ده كنت هستنى وهفضل مستني في النادي الاهلي النادي الاهلي حاجه كبيره واي حد يتمنى ان هو يكون موجود كنت هصبر وهستنى حتى لو كنت هقعد كنت هفضل مستني في النادي الاهلي لان النادي الاهلي حاجه ثانيه خالص انت بتقعد في النادي الاهلي بتحقق بطولات وبيبقى ليك تاريخ وده مش هتلاقيه بره مش هتلاقيه في اي نادي ثاني. ايهما افضل انك تبقى موجود مع نادي بيحقق بطولات حتى لو مش بتشارك بشكل اساسي دائم ولا تشارك اساسي بشكل دائم مع اي فريق اخر ممكن ما يكونش بيحقق بطولات؟ بص هو النادي الاهلي غير يعني النادي الاهلي فعلا غير اي نادي انا كنت زي ما بقول لك لو رجع بيا الزمن كنت اتمنى ان انا افضل قاعد في النادي الاهلي وكنت هستنى دوري وكنت هستنى فرصتي تاني وتالت لحد ما العب واكون موجود وانا كان عندي ثقه في نفسي ان انا لو جات لي الفرصه كنت هلعب وهبقى موجود على اي حد الحمد لله. لكن انا ساعتها انا اللي طلبت ان انا اخرج اعاره وده كان قرار ما كانش صحيح بالنسبه لي. كلام مهم جدا 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 يتكرر هذه المره على لسان الكابتن شبيطه واحد كان من الناشئين المميزين جدا واللاعبين الدوليين وتمعنوا يا جماعه ياللي موجودين في النادي الاهلي من ولادنا الصاعدين في هذا الكلام واستفيدوا من تجارب الاخرين النادي الاهلي غير. وده الحقيقه سريعا اللي قاله محمد محمود لانه لما الزميل ابراهيم فايق اخطا في انه ذكر على لسانه انه امتعض وانه غضب وانه زعل انه خرج من القائمه يعني مش معقول شفنا تعليق محمد محمود قال له يا استاذ ابراهيم يعني برجاء تحرر الدقه لا انا اتضايقت ولا زعلت ولا ممكن ازعل من الاهلي ولا ممكن اخرج عن نظام في النادي الاهلي. طبعا محمد محمود راجع من اصابه بعيد عن الملاعب تقريبا حوالي سنتين فمش غريبة أبدا أنه في البداية الراجل يبص أنه يديله واحدة شوية واحدة. بشوية لا طبعا مؤكد أنه ده مش على حساب نظرة بيتسو موسيماني لكفاءة محمد محمود أو لموهبته لكن خلينا شوية نراعي ظروف اللعيبة اللي عائدة من الإصابات بلاش الطريقة كمان بلاش التسرع في الأحكام نساعدهم أن هم يستردوا قوتهم والتسخين عملية التسخين نتمنى لأن كلام كمان مصطفى شبيطة كان مهم جدا طبعا. احتفالية الأهلي بالعشرة كان ليها أصداء كبيرة جدا ولقيت وحظيت باهتمامات كل الإعلاميين ومنهم الأستاذ أحمد موسى. الأهلي لما بيعمل احتفال انسى تاني انسى النجمة العشرة عاملة شغل كنت طبعا مفترض أبقى موجود ولكن عندنا هواء بشكر طبعا كابتن محمود الخطيب كان وجهوا لنا دعوة إن أنا أكون موجود معاهم مش عايز اقول لكم الحفله عامله ايه النجمه العاشره كمان ملعلعه الله 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 وعندك بقى ايه وزي ما انت شايف كده دي نجمه عاشره يعني دي اللي جت بعد التاسعه فبقت العاشره وان شاء الله ربنا يكرمنا على ال11 باذن الله تعالى وعندنا برج ايقوني في الجزيره عامل ايه النجمه العاشره كابتن محمود الخطيب بيكرم طبعا ولازم احييه كمان على تكريم والدة الراحل محمد عبد الوهاب تكريم البطلة بطلة الأولمبية ابنة مصر
جيانا فاروق، وايضا تم تكريم كابتن محرم الراغب والمهندس عادل القيعي، تكريم يليق بيهم، اثنين من الناس اللي بيخدموا وخدموا النادي الاهلي وما زالوا. ايضا تكريم موسيماني، المعلم الكبير موسيماني، وايضا كابتن سيد، يا سلام كابتن سيد، كابتن محمد الشناوي، ورونا 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 الابطال وهم يحتفلوا بالعاشره، النجمه العاشره عقبال النجمه 11 باذن الله تعالى، ودي بقى ايه تبقى طالعه ثانيه واحتفاليه ثانيه. الاهلي لما بيعمل حفل في ابهار في هذا الحفل، حفل يليق بالنادي الاهلي، منورين يا رجاله ويا شباب، منورين كلكم، فخامه عظمه، جامدين جدا. هو ده النادي الاهلي، هو ده النادي الاهلي اللي هو زين النوادي يا استاذ ابراهيم. صحيح، هو ده النادي الاهلي في احتفاله واحتفائه وتقديره واحترامه وسعيه دايما وابدا لاسعاد الملايين من جماهيره، عشان يفضل دايما وابدا الاهلي في افضل واروع صوره. دمتم للاهلي دائما، ودام لكم الاهلي باذن الله تعالى بطلا شامخا، وعلى خير نلتقي في العاشره مساء الخميس القادم ان شاء الله. تصبحوا على خير.